آرتي هي كمان سمحتوا لها تشتغل مع ياش، يعني وافقتوا إنها تشتغل مع زوجها، وأخي ياش وافق، وكمان هلأ راحت على مومباي بالعطلة. طيب لكن ليش بس أنا اللي بدقوا عليه ماما؟ بصراحة يعني البنت ما حقبل حكي مرت أخي. أنا بعتقد إنه أنتي قاسية شوي بتكوني معه بعض الأحيان. بعدين فيدهي قالت ما عندها مشكلة إنها تشتغل بالبيت شهر لحالها، يعني إذا فيدهي وافقت وما في أي مشكلة فليش لتمنعيها إنها تكمل دراستها بالجامعة؟ بهذا البيت ما كان في فرق بين أي حدا وحدا تاني أبداً، وهالشي ما رح يصير. برديهي بدها تكمل دراستها وتروح على الجامعة. دراستك بدها شهر واحد مو هيك؟ ايه. طيب شكرا بابا، شكرا كثير، شكرا. استني شوي برديهي، في شغلة بدي اقول لك اياها قبل ما تحكي عن حقوقك وقبل ما تقارني حالك مع اي حدا تاني من افراد العيلة. انت لازم تفكري كثير منيح، تفكري بمسؤولياتك وتفكري بواجباتك تجاه العيلة كمان، مشاننا نحنا ومشان هالعيلة ومشان ابننا ياش كمان، وبصراحة مشان بناته. آرتي شو ما عم تعمل ورح تعمل فالسبب هو سعادة هالعيلة، بتوقع ما في داعي نقلك هالشي. انتي بنت متعلمة وعاقلة، لازم تقيمي نفسك ولازم تفهمي أخطائك منيح بالأول قبل ما تطلبي حقوقك وتقارني حالك بأي حدا، لأنه ما في ضرورة أبداً لهذا الشيء يا بنتي. ليكي بنتي، قبل ما تقارني حالك بآرتي بالأول كوني مثلها وأنا رح أقبل. والله كلكن هون انتو وانا قاعده هنيك وعم استناكن لحالي مشان تجوا تفطروا. يلا يلا تعالوا افطروا بسرعه. يلا ماما لازم نخسر بابا باللعبه مره واحده. ماشي اذا حابين تخسروا مره تانية يلا بلشوا. ما قلت لكم رح تخسروا؟ هلا بتشوفوا. اوه اويانين. اخي ياش هلا كثير مشوش، كان ممكن انه يأذي حاله، البيت كله كان يرن بضحكته. بس بعد ما ماتت مرته اربيتا كأنه نسي كيف يضحك حتى. انت لازم تخلي المستحيل يصير ممكن بنتي، لازم تكوني مكان أربيتا بكل شيء، لازم تخلي ياشي آمن فيكي من قلبه، هي مهمتك لازم تعمليها. بس انتي، بس انتي اللي فيكي ترجع الحياة لابني ياش بالحب اللي عندك، تقدري ترجعيها. هذا الشيء ما رح انسى لك يا أبدا. رجعي لي ابني ياش مثل أول بنتي. انتوا رح تضلوا تخسروا هيك كل اليوم؟ شو لازم نعمل؟ مثلا في عندي فكرة هلأ. شو؟ انا رح اشترك معكم بالفريق وهيك رح نزوم البابا اكيد. ياي هلأ اذا كنت بطل العاب مع ماما. لا لا أنا ما فيني ألعب مع آرتي أبداً. أبوكن شكله
خايف إنه يلعب معي لأنه بيعرف حاله ورح يخسر أكيد. بابا بحياته ما خاف. بابا لعب مع ماما وورجيها. بابا في عنده جسم وعضلات قوية. هدول العضلات بس للمنظر، ما بيعملوا شي، ما فيهم قوة. أنا عم قلكن هو خايف مني. لا لا ماما، بابا هلأ رح يغلبك أكيد. بابا لعب معها بترجاك. بابا بترجاك لعب معها لماما. ما في فايدة، هو ما بيقدر يعمل شي. هلأ قلتلكم خايف مني، شفتوا؟ هو قاعد وساكت. يلا انزلوا لتحت، بلشوا بفطوركن، أنا مجهزته، وإلا كلكن رح تموتوا من الجوع. هو ما رح يلعب. يلا. لا ماما. بابا يلا الله يوفقك، العب مع ماما، وإلا أنا ما رح أفطر أبداً. ونحن كمان ما رح نفطر أبداً. شو ما عملتوا ما بينفع. يلا يلا خلصوني ننزل. طيب ماشي رح ألعب. بس أنا عندي شرط. شو هو الشرط؟ إنه يلي بيخسر بده ياخدنا على الشاطئ ويجيب لنا بوشار كمان. ماشي أنا موافق على شرطك، لأنه أكيد رح تخسري وأنتي اللي رح تشتري لنا البوشار. ماشي، بعد شوي رح نعرف مين اللي رح يفوز ومين اللي رح يخسر. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. ماما 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 ماما. شفتوا؟ ما قلتلكن أبوكن رح يخسر، وهي خسر بابا. ومثل ما الشرط بيقول لازم تاخدنا على الشاطئ هلأ، ولازم تجيب لنا بوشار. طيب. عن إذنك. ياشليك شكراً. أنا بعرف أنت تركتني أربح مشان الأولاد ينبسطوا. شكراً كتير براتيك، اليوم وبعد وقت كتير طويل أنا مبسوطة وأنت هون معي بهالعطلة الحلوة. أنا كتير محظوظة وكمان كتير متحمسة عن جد. الفرصة اللي إجتني بتاخد العقل، بتجي مرة بالعمر مو هيك؟ عن إذنكم. لك شو عم تعملي؟ الإعلام صار موجود هون، بترجاكي بعدي عنه بسرعة. أنتي متذكرة الشرط مو هيك؟ تفضلي معي.